انسانا ولا ولعوا البدن واللي راح خايب ومن بغى النوم ما هو بيتوانى. إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء متواصلين وإياكم شوط يليه الآخر، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا 14 ضمن انطلاقات أشواط سن الحقائق ضمن هذه الإثارة وضمن الإبداع والإمتاع. شوط يليه الآخر يحمل في طياته العديد من الأسماء، متمنين لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. إذا ننطلق وإياكم إلى العنوان الأول وإلى الصدارة الأولى لأتابع الأسماء والشعارات، وأتابع وإياكم أول المراكز وأول العناوين. أتابع انطلاقة شعار بطاش بطشان بن صالح المحامض اليامي، من يقدم لنا انطلاقة شغموم؟ من يقدم لنا هذا الشعار وانطلاقة هذا البطل شغموم مع البداية الأولى ليكون أول العناوين؟ بينما المركز الثاني الوصول والقدوم من شعار معضد بن محمد بن أحلال المزروعي، من يقدم لنا انطلاقة الجذاب في المركز الثاني؟ من يقدم لنا شعاره؟ بينما الدور والنقلة للمركز الثالث، لأتابع وتتابعون الأسماء القادمة، وأتابع وصول الأسد الآن عواض بن مزيد بن بريكان الحارثي، من يقدم لنا شعاره في المركز الثالث يتقدم بكل قوة. بينما المركز الرابع وصول الأسماء ووصول الشعارات، أتابع الواصل وصل شاهين عامر بن راشد بن سعيد البريسي المري، من يقدم لنا شعاره في المركز الرابع؟ وصلت الأسماء ووصلت الشعارات. المركز الخامس أتابع شعار ماجد بن محمد بن حمد المري، من يقدم لنا جلمود؟ بينما هكذا أتممنا على مسامعكم الخمس المراكز الأولى والخمس الشعارات المتقدمة. أعود وإياكم إلى الأسماء الأولى وإلى الشعارات لأتابع من يغير إلى من مركز إلى مركز ويحتل الصدارة ويحتل المقدمة. أحمد بن سليمان البلوي، من يقدم لنا شاهين؟ بينما هذا البطل القادم والواصل الآن بكل قوة وصل شاهين، ليتقدم سعيد بن راشد بن علي البريس المري، يقدم لنا شعاره واصل وقادم من الخلف بكل قوة. بينما المركز الثالث لأتابع وتتابعون الأسماء والشعارات، المركز الثالث أتابع من يتقدم الآن؟ وصل الآن مرزوق بن غازي بن غزاي الشمري، وصل مبشر الآن يتقدم بكل قوة ويتقدم بشعارك يا مرزوق بن غزاي الشمري، يقدم لنا هذا البطل بحثا عن النوماس بحثا عن الانتصار. من القادم؟ من الواصل؟ لأتابع وتتابعون. وصل محمد بن وليد السيد، وصل موفق الآن، تقدم موفق يصل من المراكز القادمة. الله الله الله، أعود وإياكم حيث انطلقنا حيث ابتدينا إلى أول المراكز إلى العنوان الأول إلى انطلاقة شاهين وسعيد بن راشد
راشد بن علي آل بريص المري، من يقدم لنا هذا البطل؟ وصلت الأسماء يا أبو راشد، أرجوك ركز لأتابع القادم والواصل. وصل موفق لون، وصل محمد بن وليد بن محمد السيد، وكذلك الواصل والقادم جلمود وماجد بن محمد بن حمد المري، من يقدم لنا شعاره؟ والقادم كذلك شاهين أحمد بن سليمان البلوي، من يقدم لنا شعاره؟ ولكن عودتنا وإياكم إلى أمتار الجنون، أمتار الفنون. الله 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 الله، أعود مع انطلاقتي شاهين وسعيد بن راشد بن علي آل بريص المري. وصل كذلك، وصل موفق لون، تقدم موفق لون، بينما تابع الوصول تابع القدوم لون. وصل تليد وانطلاقة تليد، وكذلك الواصل والقادم الشبابي، ولكن أعود إلى موفق، إلى من غير. الله 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 الله، تابع الوصول تابع القدوم، وصل الشبابي القادم بكل قوة. أمتار الجنون، أمتار الفنون، لا يعرفها إلا الصمود، ما بين الشبابي ولا موفق. أمتار الأخيرة، أمتار الجنون بين موفق، ولكن الشبابي غير عند الأمتار الأخيرة. سلام يا من قدم لنا الشبابي، أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، من قدم لنا هذا البطل بهذا النوماز وبهذا الانتصار الغالي؟ المركز الثاني وصول موفق محمد بن وليد بن محمد السيد. المركز الثالث وصول مشكور سالم بن سهيل بن حمد بن سالم الأعفاري. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، بينما المركز الرابع متابعينا مشاهدينا الأعزاء، وصول وقدوم من المركز الرابع، والخامس أتركه للجنة الخط والتحكيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، لأتابع وإياكم لحظات وصول الشبابي، من قدم لنا الأداء الفنان عند الأمتار الأخيرة والأمتار النهائية. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، هكذا هو النوماز، وإلا فلا وصول الشبابي. أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي بالتوقيت الزمني، لحظات ونوافيكم متابعينا مشاهدينا الأعزاء، بالتوقيت الزمني وتوقيت الشباب متابعينا الكرام، بشعار أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، 6 دقائق 3 ثواني و77 جزء من الثاني. المركز الثاني موفق ومحمد بن وليد بن محمد السيد، 6 دقائق 3 ثواني و87 جزءا من الثاني. المركز الثالث مشكور سالم بن سهيل بن حمد بن سالم الأعفاري، 6 دقائق 5 ثواني و77 جزءا من الثاني. المركز الرابع شاهين وسعيد بن راشد بن علي آل بريص المري. والمركز الخامس تليد عبد الله بن سالم بن فهيد بن براك بن فهيد. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والنوماس لمالك الشبابي، والتهاني والنوماس كذلك لجميع الفائزين متواصلين. وإياكم شوط يليه الآخر، حيث منافستي سن الحقائق، سن الإبداعي وسن الإمتاع. شوطنا القادم والزميل فواز بن سعيدان. يتونها